تفسير ناخذ هسه الله. الحلم رمز رمز، تمام كل ما كبر. طبعا ما له علاقه بزوجك اساسا، زوجك مش في الحلم. الحمد لله. اعطيني اول مدخله، ها مدخل الحلم، مدخل الحلم، اعطيني اياك جزء جزء. هو كنت انا ناوية اصوم، رحت ناوية بسوي تصومي يعني ناوية تبطل؟ لحظة شوي، ناوية تصومي يعني ناوية تبطلي عادة، سبحان الله. والعادة هذه ربما فيها نوع من أنواع الضغط على نفسك أو الزعل أو غيره، فرحت تسوي عصير، رحت تسوي عصير يعني حاولت إنك أنت تطلعيها من قلبك أو إنك تخلصيها تماما هذا الشيء، سواء كانت العادة هي في العبادة أو عادة في التعاملات مع الناس أو في المسامحة إلى آخره، أي عادة، شغلة ناوية توقفيها، أنت توقفيها. طيب ما اعرف شو هي عاد، انت ادرى بينك وبين نفسك، هل في عندك شيء حابه تغيريه او توقفيه في حياتك؟ يعني صراحة أنا ما راح أقول لك الغيبة، بس أنا مش مقصودة، يعني حنا الحريم نضل نتكلم. يمكن ها هي المقصوده، فحاولت انك تجيب تسوي عصير، معناتها حاولت انك تختصر الموضوع او تخليه على شيء ضيق، نطاق ضيق جدا. بعدين شو؟ شو صار؟ أذن أذان الفجر تو قال الله أكبر، اذن اذان الفجر، كملي بعدين. قلت خلاص ما له داعي العصير، أذن. اذن اذان، اذا اذن اذان الفجر يعني معناتها اذا عدت لله سبحانه وتعالى بالاستغفار فما في داعي تضيقي على نفسك في اي شيء في الدنيا، لان الله الانسان عليك. عندما يؤذن يترك كل شيء في يده ويذهب ليش؟ للصلاه. للسلام. فبما انك انت في عندك عاده تبي توقفيها او شيء تبي تغيريه، بغض النظر هو الغيبه ولا غيره، حاولت انك تقلليه باكثر شيء ممكن، العصير من عصر الشيء وتقليله، بعدين سمعت الاذان يعني استكفي يعني عود الله بالاستغفار والتوبه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمحي هذا الشيء او يزيله من حياتك تماما. اين الوفاء في